بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا النهاردة ناخد معنى طيب جدا، أظن ما فيش بيت بيخلو منه، المشاكل في البيوت. لا لا لا، احنا هناخد النهاردة المشاكل وخلافات في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وايه المردود النفسي عليه، وايه الخطوات الثلاثة، ممكن ازودها لكم يبقى اربعة لاخر الحلقة معرفش، ولكن ايه الخطوات اللي انا اخدها وفعلا ساعة ما تحصل مشكلة اتصرف ازاي. بصوا، النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين السيدة عائشة امر ذكر لم يذكر. حصل ليه؟ ده معناه ايه؟ ان بيحصل، احنا بشر فلازم يحصل اختلافات. تعالوا بقى المقوله اللي اصلتها الميديا والمسلسلات، لا اصل لازم نبقى شبه بعض، مين قال الكلام ده؟ لا، ما هو عشان نبقى شبه عشان ما نختلف، غلط والله، ده سالب مع سالب يعني في نفور منها، لكن جميل ان احنا يبقى في بيننا اختلاف ونعمل نوع من انواع الايه؟ التكامل ما بين الزوج وما بين الزوج. حصل بين النبي عليه الصلاه والسلام والسيده عائشه، لا خلاص، طب تحب نحكم مين؟ اجيب عمر؟ قالت له لا. طب اجيب مين؟ ابو بكر؟ قالت له اه. رقم واحد، لما يحصل مشكله مين يختار الحكم؟ الزوجه. اصل النبي ليه؟ لانها تبقى راضيه. طيب اصل المشكله مين سببها؟ مش بتاعتنا. النقطه الغلط اللي يقع فيها الزوج والزوجه، انت تقول مين الغلطان وبرر. اكبر مشكلتين تبوظ الجواز، اول حاجه مين اللي غلطان؟ انت اللي غلطان، هي اللي غلطان، هي اللي... طب ايه الحل؟ ولا طلعنا متخانقين في نفسيه، في كلمات غلط هتحصل، باظت الدنيا. رقم اتنين، انا برر بقى، اصل حصل كنت بعمل غلط، مش هتطلعي براها. طيب جاب النبي عليه الصلاه والسلام مين؟ سيدنا ابو بكر. تاني صفه في المؤتمن الثقه اللي جاي ده، ان هو يكون ايه؟ زي ما انا قلت، مؤتمن وثقه وحد حكيم وحد مرجعيته ربنا، لان احنا سقفنا ايه يا جماعه؟ الله عز وجل ورسوله، خلوا بالكم. طيب حصلت المشكله، وبعدين جه احكي يا بنتي، احكي النبي عليه السلام، قال لها قولي. فقالت ماشي، وقالت، وبعدين جه النبي عليه السلام بيحكي بقى لسيدنا ابو بكر، قالت له تكلم ولا تقل الا صدقه بس. قالتش الا كده، راح ابوها اللي هو سيدنا ابو بكر اللي جايبها حكم، وهم عليها يضربها، وهل يقول الا صدق؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام، وهل يقول الا الصدق؟ ازاي تقولي كده؟ وهم عليها، فحال بينهم النبي، بينه وبين، كلنا حافظين القصه بس نقولها تاني. ليه؟ عشان احنا فذكر الذكرى بتنفع المؤمنين والله، والتكرار بيعلم الشطار. احنا نحب نكرر بس ناخد المردود، ما بقاش بنحكي الله والله ده كانت حلقه جميله يا سلام، قعدنا نحكي بقى ونبسط، لا، احنا عايزين ناخد المردود، اعمل ايه؟ حال بينهم النبي عليه الصلاه والسلام، وقال يعني مش عايزين منك كده وخلاص واتصافوا وبتاع وكده. يعدي الموقف؟ لا. شوفوا إيه، اما بيبقى حاجه اسمها انتهاز المواقف، وفي حاجه اسمها في التربيه اسمها خلق المواقف. النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ بص لها وضحك، الم تري اني حلت بينك وبين الرجل؟ شفتي بقى، شفتي كان هيعمل، وانا اللي حلت بيني وبينه، خلصت. لو في بينا نوع من انواع المشاكل وما احناش عارفين نتصرف ازاي، عندنا نهج نبوي، بس قبليها اوعوا تقعوا في النقطتين اللي انا قلتهم اول حلقه، لا تبرير ولا مين الغلطان، لا نعمل ايه. طيب ما انا عايزه اقول له انا عملت كده ليه؟ تمام، احنا مش هنعرف نسكت، النساء لازم يقول، لازم تقول عملت كده، تبرر موقفها وتعمل، ولكن جمليها بالنوايا. اول حاجه في تاصيل النهج النبوي لحل المشاكل على رسلكم، احفظوا بقى، انا عارفه انه بقيتوا اساتذه في الحفظ، على رسلكم. يعني ايه؟ اوضح هي الصوره ايه. الصوره واصله ان انت طلبت منك ورنيت عليك 40 رنه وبعتت على الواتس 60 رساله وانت ما عملتش، كان عندي اجتماع وكان سايلنت ومان بس، او توضيح. طيب هي نفس الكلام، لا انا اتكلمت وسمعت صوت ما اعرفش ايه، وانت كنت فين وما استاذنت، لا 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 اصل حصل كذا وانت ما قلت فنزلت فعمل، توضيح على رسلكم. ايه على رسلكم؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يوم السيده صفيه، كلنا حافظين القصه، وهو عند السيده عائشه، الصحابه كانوا بيستنوا ان هو يبقى عند السيده عائشه فيبعتوا له الهدايا، فتاخر عند السيده عائشه فغرت السيده صفيه، بعدين راحت للنبي عليه الصلاه والسلام فاخدها ورجع. واحده مجلببه باسود ماشيه بعد صلاه المغرب والدنيا ضلمه على النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم على رسلكم هذه صفيه زوجي. اللي جنبي دي صفيه، يا رسول الله يعني هنشك فيك يعني؟ لا، الشيطان يجري بابن آدم. فالاصل ان احنا نضايق عليه ده على رسلكم، نوضح. يبقى اول حاجه التوضيح.
تاني حاجة مش ببرر لكن بزيل بالنية. وخلي بالكم النية ماشية معانا في كل حياة، لو راحت ما انسي انسي نواياكي اللي تعلي أمرك عند الله، لأن الخير لا يعدم يا بنتي. وبرضو الزوج نفس الكلام، طالما ناوي النية في فعل في أمر في كلمة طيبة قلتها زوج في حاجة أنت داخل بيها بيتك، لا يعدم الخير لا يعدم طالما أنا ناوي. لكن كده كله رايح وأنت كنت نويت. طيب يبقى الأصل، الأصل في القصة إيه؟ إن أنا نواياي إيه؟ والله أنا عملت كده كان بنيت الاجتهاد، فاجتهدت وأخطأت، وبعدين ربنا بقى بيعطي للمجتهد المصيب اتنين والمخطئ أجر. حلو، شفتوا الأمر؟ ومش بزعق، مش مكشرة، بادي لانجوج بتاعتي مش متنشنة، ولا نبرة صوت عالية تعلى فوق زوجي، ولا الكلام ده. هو نفس الكلام، ما بنقولش إن أنت مسؤول عن المشكلة، ولا بنقول إن أنت سبب المشكلة، ممكن يبقى سبب المشكلة حد بره خالص من توشينته، لكن أنت الراجل. وعشان انت الراجل العاقل، انا دايما بوقر كده في عقلك وفي حكمتك وفي تصرفك، لم الدنيا ما تقفروش الدنيا، ما يطلعش المشكله بره الاطار، سواء غرفه النوم او حتى الشقه، ما يطلعش الصوت ما حدش يسمعه. ليه؟ عشان انت الراجل، انت الراجل، خد زمام الام، لم زوجتك وطيب بخاطر. يبقى على رسلكم تزيل بنيتي، كان نيتي خير بس ممكن تكون اخطات، ومش عيب ان احنا نقول ان احنا اخطانا او افرنا، او مش عيب، مش عيب والله، ونقصل على اولادنا كده. رقم ثلاثة، ما فعلت ذلك والله الا حسبة لله. ايه اللي يرضيك؟ شكرا، خلصت. طيب ايه اللي يرضيك؟ طب وهي كمان تسمع منه تمام كذا وبتاع، خلاص مش شرط يقول انا اسف، والله مش شرط، ولكن يعمل انا اسف، يطبطب إيه خلاص يا ستك، والله انت على راسي، انا عارف بس ان انت بتستحمليني، طب بس المره الجايه ناخد بالنا. نبقى فاهمين القصه دي صح، فاهمين الامر ده صح، ساعتها تنتهي المشاكل. اوعدكم انها هتقل فوق 90%. ليه؟ اصل احنا اتبعنا النهج النبوي للرسول عليه الصلاه والسلام. حجره جميله النهارده، ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بيها، والقاكم ان شاء الله في حجره جديده ومعنى جديد من حجرات.